اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. طبعا كنا اتكلمنا في مجموعه من الاخبار وزميلنا امير هشام طمنا على اخر الاستعدادات واحاله الفريق. عايز اقول لكم طبعا كل اللاعبين الموجودين في قائمه المباراه 23 هيكونوا عرضه للكشف عن المنشطات، مش معنى ان انت في الاساسي او الاحتياطي او خارج السكور هنا يتم التفريق مين يدخل للكشف الطبي ككشف منشطات او لا. 23 كلهم حتى لو في لعيبه مصابه وخارج السكور هيكونوا خاضعين للكشف عن المنشطات طبقا للوائح الفيفا. في لوحه تبديل الكترونيه هتكون موجوده مع كل فريق عشان اجراء التغييرات، وكنا امبارح اتكلمنا على قصه التغييرات وقلنا لكم وشرحنا لكم فكره التغييرات، 5 تغييرات في الوقت الاصلي من المباراه. لو رحت مرحله الاكسترا تايم او لا قدر الله في اصابه ارتجاج لاي من اللاعبين بيبقى في تغيير سادس او سابع في هذه الفتره. اللاعب او المسؤول اللي بيطرد اثناء المباراه او قبل الشوط الاول ممنوع عليه ان هو يدخل غرفه خلع الملابس بين الشوطين طبقا لقوانين الاتحاد الدولي، ودي امور بالتاكيد الاتحاد الدولي بينسقها بالنسبه للفتره اللي جايه. طيب عندنا تفاصيل اكتر وعندنا كلام مهم جدا بالنسبه لمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. رحنا لمقر اقامه البعثه وقلنا لكم الاخبار الحصريه الحمد لله على مدار الايام اللي فاتت، شرحنا امور كثيره جدا، لكن عندنا يعني استضافه احد الاعلاميين المتميزين اللي خلال الفترة الأخيرة جمهور النادي الأهلي كان مهتم جدا بسماع تعليقاته وآرائه خلال هذه الفترة، لأنه كان واضح وصريح في بعض القضايا الرياضية وكان بيدافع عن النادي الأهلي بشكل قوي جدا في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة. لذلك في هذه اللحظات ومن خلال طبعا تقنية الزوم محتاجين نتعرف على هذه الآراء وعلى هذه المعلومات، ولكن من خلال الإعلامي الزين الناقد الرياضي الأستاذ علي الزين طبعا عشان نتعرف منه على بعض التفاصيل ورؤية الإعلام والنقاد الرياضيين في وصول الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية. أستاذ علي الزين الناقد الرياضي والإعلامي الكبير برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. مساء الخير محمد، وأنا سعيد جدا بالتواجد على قناة النادي الأهلي لأول مرة وإن شاء الله ما بتكون الأخيرة، ونحتفل سوا بالإنجازات القادمة بإذن الله، وسعيد بالتواجد ببرنامج الترند، وبحيي الجمهور الأهلاوي أو المد الأحمر اللي أنا بسميه وبعتز أنه أنا واحد منه. إحنا سعداء بوجودك معنا وشرف كبير، وعايز أقول لك وجودك معنا كان جمهور النادي الأهلي طلب بشكل كبير جدا أنك تطلع وتظهر عبر شاشة قناة الأهلي، لأن بجد الجمهور كان سعيد بحديثك عن النادي الأهلي، و صعب قوي لما بيبقى في اعلام او نقاد رياضيين بيكشفوا عن انتمائاتهم، فما بالكم بقى لما بيكون اعلامي عربي وناقد رياضي طبعا عزيز عادله وبيتكلم عن انتمائه وسعادته بتشجيعه للاهلي. طبيعي الامر، اللي انا من جهتي انا انسان متصالح مع نفسي، ممكن تقيم عملي في لو انا كنت ببرنامج تحليلي او بعمل يتطلب الحياديه يكون حيادي، لكن على السوشيال ميديا او بالقضايا المحقه او بارائي الشخصيه لا، انا لا ما بخبي ارائي وما بخبي ميولي، بل بعتز بميولي، انا اهلاوي ابا عن جد وتربينا على عشق النادي الاهلي، اني مجموعه من الانديه هذه لا يمكن ان نحيد عن الخط بتشجيعها، اللي هي الاهلي بمصر، نادي النجم بلبنان، وليفربول بانجلترا، فهول يعني خط احمر. طبعا. لذلك لا، انا بعتز بميولي الاهلاويه، والحمد لله اني كنت اهلاوي لانه على مد السنين الاهلي فرحنا وبطولات وانجازات ونادي القرن، اهم شيء انه نادي القرن وهيدا وقادمين على القرن الثاني. ما بين قوسين ودايما بنقولها الاهلي نادي القرن، وسعداء بوجودك معنا عبر شاشه نادي القرن. طب عايز اتكلم معاك بقى على المشاركه السادسه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. تفضل. تعليقك على مشاركة الأهلي والرقم القياسي في المشاركة في هذه البطولة. يعني أنت لما بتشوف مشاركة نادي الأهلي للمرة السادسة وبطولة العالم للأندية، طبعا هذا ينوى للفخر بالنسبة إلى جماهير نادي الأهلي، يعني في أندية تعتز بمشاركة مرة أو مرتين بهيك بطولة بين نخبة أندية العالم، أندية التي تمثل قارات العالم، نادي الأهلي من الأندية اللي تحرص دائما على التواجد بين الكبار. فهيدي ليست بجديدة على النادي الأهلي، أجيال وراء أجيال النادي الأهلي معتادة على اللعب الأدوار الأولى، إن كان بدوري أبطال أفريقيا أو بمشاركة بطولة العالم للأندية، ونادي الأهلي بشخصيته شخصية بطل، شخصية منافس. حجم اللي تواجد ببطولة العالم للأندية أكيد لم لا أمر مش بجديد عليه، يعني يمكن بالسابق النادي الأهلي
وصل مرات كان يحقق انجازات جيده بالمشاركه، يوصل لادوار مقدمه اوقات الظروف ما تسمح له، لكن حريص على المشاركه. يعني اول نادي عربي مشارك 6 مرات، يكفي انه محمد ابو تريكه احد هدافين، رابع هداف البطوله بالمشاركه مع لاعبين اخرين ب4 اهداف، عماد متعب مسجل هدفين، سيد حمدي مسجل هدف. يعني حتى اسماء اللاعبين الاهلي موجودين على بسجلات البطوله، السجلات الشرفيه للبطوله، وهذا اللي بخليك تعرف انه هذا النادي اي لاعب بيرتدي القميص الاحمر بيعرف انه بينزل للمباراه لتقديم شيء وتقديم اقصى ما يمكن من امكانيات، لانه ممنوع على لاعب نادي الاهلي الا ما يلعب الادوار الاولى، لذلك ليس بجديد. وطبعا حاليا نحن موجودين هون وشايفين التحركات رابطه الجمهور واستعدادات الفريق يعني واللي شايفين انه في المعنويات مرتفعه لتحقيق نتائج. طبعا هي المباراه مش سهله مع نادي الدحيل القطري، نادي الدحيل عنده نجومه، عنده لاعبينه، يعني لاعبين المنتخب القطري اللي احرزوا كاس اسيا قبل 2 سنين تقريبا، لذلك ننتظر مباراه قويه، والاهم انه نادي عربي رح يكون بالمباراه نصف النهائيه بمواجهه بايرن ميونخ باذن الله. طيب عايز اعرف انطباعك ويعني رؤيتك لفكره استقبال جماهير النادي الاهلي بهذا الشكل اللي ظهر امام الجميع في صاله الوصول لما وصلت البعثه، سواء للاعبين لافراد الجهاز الفني للكابتن محمود الخطيب. الاعلام العربي رصد هذه الزياره ازاي، او رصد استقبال الجمهور ازاي للبعثه؟ اول شيء محمد، لولا جائحه كورونا المؤسفه كان بتلاقي العدد اللي شفته انت اكثر منه ب10 مرات و12 مره و20 مره، لانه مش كل جماهير النادي الاهلي استطاعت الذهاب الى المطار للظروف التباعد الاجتماعي والعدد اللي سمح له بالتواجد في استقبال الفريق. طبعا الكابتن محمود الخطيب اسطوره من اساطير الكره المصريه والعربيه، وهو يمكن من النادر جدا تلاقي رئيس نادي جمهوره متعلق فيه اكثر من لاعبين الفريق الاول. يعني نجوميه الكابتن الخطيب عم تطغى على نجوميه اللاعبين، مش الحاليين فقط بل السابقين ايضا. هذه يعني لازم ما يشعروا فيها هن الا بالسعاده، لانه سبحان الله الكابتن الخطيب ربنا اعطاه مثل ما بيقولوا فول باكج، الاخلاق اول شيء، والمستوى الفني المتميز، الانجازات، حقق كل الالقاب اللي ممكن يحققها، بيكفي انه افضل لاعب بافريقيا عام 1983. يعني لذلك الكابتن الخطيب هو اذا فينا نقول قدوه لاعبين النادي الاهلي، وهذا الشيء عم نشعره باللاعبين اللي دائما بيحرصوا على لحظه التواجد لجانب الكابتن الخطيب، اظهار الاحترام، اظهار الود، لانه بيعرفوا هيدي قامه من 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 من, من عمالقه النادي الاهلي. ما انت دائما رئيس نادي الاهلي ما بيجي شخصيه عاديه، بيجي شخصيه بتترك اثرها في المجتمع، يعني مثل الكابتن المرحوم صالح سليم والكابتن حسن حمدي والكابتن ايضا المرحوم محمد عبد الصالح الوحش وصولا لمحمود طاهر وايضا محمود الخطيب، شخصيات غير عاديه بالمجتمع، لانه كرسي رئاسه نادي الاهلي ليس يعني ما بدي اقول كلمه مش فاهم، كرسي نادي الاهلي تقيل، فبتحتاج شخصيه تقيله تجلس عليها. تمام استاذ علي الزين، طبعا انا سعيد جدا بهذا اللقاء وان شاء الله هتتكرر كثيرا الفتره الجايه، وعايز اقول لك جمهور الاهلي دايما بيسعد بارائك وتحليلاتك، وان شاء الله باذن الله نعود القاره في المره القادمه بعد مباراه الدحيل ان شاء الله، عشان لسه عندنا كلام كتير معاك، لكن طبعا وقتنا للاسف بيبقى قصير جدا. سعداء بوجودك معانا وارائك المميزه، وسعداء كمان باهتمام الاعلام العربي باستقبال البعثه خلال مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. شكرا جزيلا استاذ علي، وبالتوفيق دايما يا رب ليك ولبعثه النادي الاهلي.